إذاعة الشرق الأوسط بتقدم احكي لي مع هيام أبو شديد. خبرية اليوم بصوت شخصية أخصائية اتصالات وعلاقات عامة أكثر من 25 سنة من الخبرة بالعمليات وتطوير الأعمال بالقطاع الخاص وبالصحافة في راديو كندا وراديو موين أوريان بموريال وبتلفزيون مستقبل بيروت لبنان. حاصلة على بكالوريوس بالإعلام والصحافة من الجامعة اللبنانية ببيروت، متخصصة من جامعات لندن، كوبنهاغن، جنيف، ماكجيل بحقوق الإنسان بلاجئي القرن 21 والعالم الإسلامي، محللة لحالات وجلسات الاستماع واتخاذ القرارات، رئيسة مراسم المواطنية، منظمة ومنشطة لمؤتمرات تعزيز المواطنية، مولفة للمعلومات بالإنتاج وكتابة وتدقيق لغوي وترجمة التقارير. والخبرية أكثر من هيك بس ما رح فيني أقولهم كلهم. مباشرة نتعرف على رانيا سفير ومنسمع منها قصتها. أهلا وسهلا. ماشي، أهلا فيكي. عن جد بس شفت يعني عم فوت على البروفايل وجربت بس أخد إشياء قليلة لأنه ما شاء الله يعني في معلومات كتيرة بس كلها بتروح بذات الهم إذا صح التعبير، انطلاقا من تخصصك كصحفية وصولا لأنك تكوني قاضية للمواطنية، برضو شغلة إنسانية مثل الصحافة، بس شو اللي خليك تنقلي هالنقلة؟ لأنه الصحافة هي باب على كتير من المجالات. لما كنت عم بتخصص بالإعلام كان في بعض الأشخاص يسألوني بشو بتحب تتخصص بالإعلام، ترون لما الواحد بيكون صحافي مثل الممثل بتعطيه أي دور لازم يمثله، والصحافة نفس الشيء بتبعتيه على تيران شو ما كان هالموضوع اللي بده يغطيه، بده يغطي حرب مثل ما بده يغطي حفلة مثل ما بده يغطي يعمل مقابلة، بده يكون يعني يقدر يفهم بكافة المواضيع الاقتصادية متشعب. نعم الاقتصادية، الإنسانية، الاجتماعية، الفنية، ليقدر يكون صحافي متمكن. نعم. ولا صحافي بيشتغل شغلة ما بيكون محضر موضوعه بأي مجال اللي كان. ليه كيف نقلت على مجال المواطنة وإن يكون قاضي بلجنة المواطنة الكندية الفيدرالية الكندية؟ هيدا هيك طريق أخدتني أنا، هيك بقول. بس كمان في عندي كان إرادة داخلية إنه بدي رد لكندا جميلة علي أخدم، لأني أنا اليوم بعتبر حالي خادمة عامة بكندا أكتر من ما أنا عندي مركز سلطة ولا جاه ولا البديكي. أنا اليوم بالعكس بعتبر حالي دون لو سيرفيس بوبليك، أنا عم بخدم بالحق للعام وهيك بشوف حالي. بس تأشكر كندا على كل شيء قدمت لي إياه، ولأنه ما خيبت لي أملي من وقت اللي ما دعست بهالبلد وخلتني أشوف ولادي بالطريقة اللي كنت بتمنى أني أشوفها. حلو كتير كتير حلو هالعرفين الجميل اللي عم بتعيشي. بتقولي مواطنة ولا مواطنية؟ بيقولوا اتنين، يقال اتنين. مواطنة. المواطنة، لأن أنا قلت مواطنية. ما بعرف إذا بصح التعبير يعني. ما بعرف إذا بصح التعبير. أنا بقولك قليل ما بستعمل الكلمة بالعربي. بس في يقول المواطنة. مواطنة. لأنه وكمان هون بس بدي أفتح برانتيز صغيرة، اللي بيميز كندا عن غير دول إنه كندا ما بتعطي الجنسية. كندا ne donne pas la nationalité. Elle donne la citoyenneté. La citoyenneté se vit. مش ورقة، مش باسبور يعني. بس مش بس باسبور. السفر. مش وضع رسمي. في انتماء. وفي حياة. لأنه في فروض مواطنية. عندنا دي دوفوار اي دي ريسبونسابيلتي. حق وواجب يعني. نعم. مشان هيك كندا هيدا اللي بيميزها. بتعطي لا سيتويانتي، ما بتعطي لا ناسيوناليتي. مش ان ستاتيو ليغال بتعطي بس بمجرد ما شخص ينتمي لبلده، بس عم تطلب من هالشخص انه يشارك بالمجتمع، لانه اذا هو اراد انه يصير جزء من كندا هو لانه يشارك يعني مثل ما هي تبنته كمواطن هو مفروض يتبناها كوطن اصلا يعني. فكري فيها مدام ابو جديد. لما المهاجر يصل الى كندا، نعم، عم يتبنى بلد جديد. ما عم بحكيكي عن الولاد الصغار القاصرين اللي بيجوا برفقة أهلهم. صح صح. بس الأهل اللي بياخدوا القرار هن بيتبنوا بلد جديد. أنا بتبنى هالبلد، بتبنى قوانينه، بتبنى لغته، بتبنى طريقة العيش فيه. صح. وبصير بقلبه مواطنة.
بالفعل هيك اللي عم تقولي مزبوط 100%. مقارنة مع غير بلدان مثلا مثل بأوروبا بمجرد يتجوزوا ممكن ياخدوا الجنسية بينما بيكونوا ما تعلقوا بالبلد ما عايشوا فيه ما فهموا فكره تفكيره طريقة عايشه 100%. خلينا نرجع بلش من أول جديد هيدي فتحنا هون حبيت لأن أفهم هالموضوع. شو اسمك؟ هيدا هي أول فقرة. رانيا، ليه رانيا؟ لأنه كان في مسلسل على التلفزيون حسب ما بخبروني أهلي، عندي خي وأخت أكبر مني وأختين أصغر مني. شو أسميهم؟ نصيف، نجاة، رانيا، بيل وسيمون. أوكي غيروا بعدين على غير. ولا ما بنسأل ليش هالقد في تشعب بالأسماء وهالقد اختلاف. نصيف ونجاة كانوا أكبر مني لما أنا خلقت. الماما والبابا بيقولوا لي إنه كان في مسلسل على التلفزيون رانيا وريما، وبهالسنة كل البنات بلبنان كان اسمهم رانيا وريما. والله سمون كلهم. وبالفعل أنا بالصف كنت أبقى بالمدرسة في كتير رانيا، وإذا رانيا ومن كسروين رانيا صفير، كم رانيا صفير كان معي بالصف بس لا بس بصف إلي. اسم صراحة أطلقوا علي إخواتي نجاة وناصيف وبشكرهم عليه لأني كتير بحبه. حلو الاسم أصلا مرسي. بيمشي لأنه عربي وبيمشي كمان أجنبي لأن سهل سهل يلفظوه ما فيه أحرف عربية. صح. شو كانوا يغنجوكي؟ البابا بيسميني رنرونا والماما بتقلي رونرو وجوزي بيقلي روري وأصحابي جويس أسمر صاحبتي بتقلي رنوتشي وأصحابي التانيين بيقولوا لي رنوش وزملائي بعتوا لي رانيا لأن أنا بطلب يعيتوا لي رانيا بس باسمي بلا ألقاب. وانت وصغيرة؟ هيدول العيلة يعني مش بس الأهل يعني كان في مثلا رنرونا رنو ريري كذا يعني رون رون معين رون رون كله يعني كل هالأسامة يعني أنا كل هالأسامة يعني أنا بس أنا بقول لك الحقيقة ما بحب أسامة التغنيج. بحب اسمك الأساسي. بحب اسمي رانيا وأعز اسم على قلبي هو مام وما تسأليني ليه من غير ليه تفسير معه. بعيتولك ولادك باسمك ولا بس بعيتولك بماما؟ حسب يعني. الطلب. رانيا لما يكون في عم بيشوروا علي بس مام لما يكون في طلب أو يكون في استشارة يعني في شغلة رسمية صح بيكون مام بس بعيتولي رانيا لما يكون مثلا الموضوع أكتر هيك كاجول أكتر بعيتولي مام رانيا باردون. والصفة الرسمية ما زال حكيتي هلأ مباشرة عن الولاد شو بيحكوا. خلينا نسمع ابنك. أنت عندك ولدين صح؟ نعم. بنت وصبي ولا صبي وبنت؟ مين الأكبر؟ يارا وجوزيف. يارا البنت وجوزيف. أكبر. أوكي. وجوزيف شو بتغنجو؟ جو رح نسمع جو فإذن شو عم بيقول عن مام. أوكي. مرحبا كيفكن؟ عم سجل هالمساج تأحكي شوي عن أمي وقلكن كيف هي كأم بالبيت مع عائلتها ومع أولادها وما توخسوني بس رح أحكي بالفرنساوي تأذير أشرح شوي أحسن. Alors ma mère c'est une personne incroyable. Elle a réussi à atteindre des hauts sommets à travers sa carrière et ça en dit beaucoup de sa personne. C'est une personne qui met beaucoup d'énergie et d'effort dans ses projets. Mais elle en met encore plus envers sa famille, envers ses enfants. Elle est toujours en train de travailler sans cesse pour nous, prendre soin de nous et nous supporte à travers tous les projets qu'on décide d'entreprendre. Et honnêtement, j'ai rien de mal à dire sur elle. Ce n'est que du positif. Je n'ai jamais vu une personne aussi aimable, généreuse envers les personnes qu'elle rencontre dans la vie de tous les jours, envers mes amis, envers ma copine. Elle réussit à accueillir tout le monde et leur faire sentir comme si ils font partie de leur famille. Cependant, elle a une faiblesse. Et cette faiblesse vient lorsque de sa phobie. Elle a une phobie intense envers les souris. Alors, j'ai une histoire à partager. Une fois où est-ce qu'elle a pas pu nécessairement prendre soin de moi, mais moi, j'ai dû prendre soin de elle. À l'âge de 4 ans, j'étais en train d'écouter la télévision et ma mère était dans la cuisine. Et d'un coup, j'entends crier comme si une personne venait de mourir. Mais je m'en vais voir ce qu'il se passe dans la cuisine et je remarque que ce n'est qu'une simple souris qui est par terre. Alors pour protéger ma mère, j'ai dû tuer la souris pour elle à l'âge de 4 ans. Donc, peu importe toutes les qualités qu'elle a, chaque personne a une faiblesse. Mais on l'aime et on l'adore. Ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. OK. من وين فوبيه ال هيدي فوبيه الفيران؟ ما بعرف يا ما فيني اتحمل الفاره. بس فكرت ليه بتخافي من الفاره مع انه هي اكيد بتخاف منها اكثر؟ يمكن لانها سريعه، يمكن هي هي اللي بتخاف منها. بس
ما بعرف ليه هالقد بخاف من الفيران لدرجة ما بس بعرف فظيع. كان عمره 4 سنين انه 4 سنين انجبر هو يقتل الفاره تيحميني منه. واو فظيع لذيذ كتير انه هالفكره ومهضومه فكرته انه عم بقول انك بتحترمي كل الناس وبتحترمي له ساكوبين صاحبته يعني هيدي مقدره فيه تنميه. ايه يعني الليمونه حامضه اكيد. طب بس بدي اسالك لو كنت منك راضيه على صديقته بتحكي انت وياه بالموضوع او خلص القرار يلي اولادك معقول يخطوه انت بتقبلي فيه؟ صراحه ولا مره بتدخل أو بتجرأ أني اتدخل بقرارات إلو علاقة بعلاقاتهم الشخصية إلا إذا بشوف شيء كتير 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 واضح أنه غلط. لما بشوف شيء كتير واضح أنه غلط بس بده يكون كتير لدرجة بشكل خطر يعني مزبوط وحطتهم بوضع خطر لإلهم وإلا أبدا ما بتدخل أبدا. القلب مش نحن بدنا نعلمه أو نديره. أكتر شي بكره حدا يقلي شو لازم حب ولا شو ما لازم حب أو مين لازم حب أو مين ما لازم حب. أنا مني بقلبه لابني، أنا خلقته ربيته بس ابني منه لإلي. أولادكم ليسوا لكم، أنا جبته على هالحديات وهو حياته لازم يعيشها لإله. يمكن هالشي كمان نابع مني لأن أنا شوي هيك. أنا كنت أكره لما أمي ما تحب حدا من رفقاتي مثلا أو ما يعجبها شيء وهيك بس تاخد قرار أنه أنا ما عجبني. طب أنا ما بهمني أنه يعجبك، طب أنا المهم يعجبني إلي. إذا أنا مبسوطة وهالشي بيجيب لي سعادة لإلي أنا ما بتود تهمني سعادتك. أنا مني هون تأرضيكي، أنا بدي أرضي حالي. عندي هيدي القناعة أنه أنا لازم أقرر ومشان هيك بترك الحرية التامة لأولادي أنه يختاروا. مزبوط يا عم تقولي لها بقولوا الولد نحن ما فينا نحمي، منعلمه يحمي حاله وبعدين منتركه بالحياة. صحيح ما فينا نضل حينه وقت اللي بيصير أجلت لازم يعيش خبراته تيقدر يكون شخصيته. مزبوط 100%. بس قليل الأهل يلي بيفكروا مثلك حقيقة. يعني أنا بلاقي أنه الأهل أوقات خوفهم بيملي عليهم التصرف أكتر من عقلهم. يعني أنت بتفكري كمان مش بس بقلبك، عم بتفكري بعقل برصانة. عطول بفكر بعقلي خاصة بما يتعلق بولادي. ما في إخلاع كمان ربيهم أنه يكونوا كتير خسعين. ما كمان إذا أنا بدي أخذ عنه القرار وقل له هيدا الشخص منيح وهيدا الشخص مش منيح، لا يا أمي هيدا مش منيح لإلك، ساعتها ما بعود يقدر ياخد ولا قرار لحاله. بينما أنا ولادي من هن وكتير صغار بستشيرهم لمواضيع كبيرة يعني وبترك لهم دايما حرية القرار بالأمور اللي هن بدهم إياها، بيحكوا يلي بدهم إياه أكيد ضمن الأخلاق. وأنت عندك يارا وجوزيف نفس الشيء، يعني ما عندك انه الصبي بقدر اسمح له اشياء بنتي ما بسمح ليها؟ يعني المربع عندك نفس الشيء لاثنين لدرجة جوزيف بيعتبر انه يارا عندها اكتر حقوق منه لانا اكبر ادمني ابدا ما بميز خاصة بهالنقطة انه هيدي بنت وهيدا شاب. حلو كتير. بس الاحلى من هيدا مدام ابو جديد انه قدرت بتعرفي يعني جيت أنا وجوزي من لبنان، هيدا مشروعنا المجيء لكندا وربينا أولادنا هون. مش بالسهل بتغيري عقل رجل جاي من مجتمع شرقي بيعتبر الرجل بحق له أشياء البنت ما بحق لها. جوزي كتير اشتغل على حاله كمان ليقبل هالمساواة بالتعامل بين بنته وابنه، ولدرجة أنه صار منفتح أكتر مني بهالمجال. منفتح لما نقول منفتح كحق مش إنساني عم صح مزبوط كمساواة بالتعامل. أنا مثل ما بدي أجيب لأبني بدي أجيب لبنتي، مثل ما بسمح لبنتي لأبني بدي أسمح لأبني. بأي مجال جوزك؟ هو عنده مختبر سنين يعني تكنيك ميديكال أكتر. إيه؟ يعني بالشق الطبي أكتر. نعم. لكن بفكرة شو اسمك أو شو اسمك قلنا رانيا هو الاسم اللي أنت بتختاريه. بتعرفي شو معنى اسمك؟ شي مرة بي مرة شرح لي إيه شو هو معنى رانيا التي ترنو. ومشان هيك بي ما بيكتب رانيا بالألف، بيكتبها بالتال مربوطة لأنه بيعتبرها صفة. شرح لي أنه الغزال يرنو ورانيا من يرنو اللي بتمشي مثل الغزال. هيك شرح لي بي وأنا وقفت عن شرح بي لأنه أغلى إنسان على قلبي. ننقل هلأ على الفقرة التانية اللي هي أنت من وين؟ سمعتك عم بتقولي سفير كسر وين؟ وين؟ أي منطقة؟ أي ضيعة؟ ريفون نص الدنيا. منيحة هيدي، كل واحد يعتبر ضيعته نص الدنيا. أي والله. وكبرتي بريفون ولا بتعرفيها بس بالفرص؟ أنا خلقت بريفون وكبرت بريفون
وعشت بريفون، تجوزت وسكنت بريفون. وجوزك من ريفون؟ لا، جوزي من الأشرفية وإجا عايش بريفون. أوكي، يعني صيفا شتاء عشت بريفون. صيفا شتاء، علما أهلي كان عندهم بيت بالجديدة، بس ما كنا نروح على الشتوية لأنه القعدة بريفون أحلى بكتير. صحيح، في عندي تعلق بضيعتي بشكل كتير 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 كبير، بناسة بالضيعة كضيعة، بجمالها، بطرقاتها. مرزخية ولا لا؟ وين؟ أنتوا أي كنيسة، أي كنيسة بتروحوا بتعملوا شعرين مروكوز. فيها مروكوز. مروكوز. مروكوز ريفون. كتير عندي تعلق بضيعتي، كتير 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 مش شوي. وأهل ضيعتي بحبوني كتير يعني، وهني كتير بحبوني، ما بعرف إذا بحبوني على محبتهم لبي الله يرحمه ولا لإلي، ما بعرف، بس بعرف أني أنا كتير متعلقة بضيعتي لدرجة بالغ لما أحكي عن ريفون. بالغ قد ما بوصف ريفون كيف أنا بشوفها، بعتبر أنه هيدي هي هيك. لدرجة مرة كنت بعدني بشتغل براديو كندا، عم بحكي قدام صحافي بيشتغل بالقسم الفرنسي بالبريمير شان، واحد من أهم الريبورتر بالعالم وآخذ جوائز عالمية لأنه أحسن ريبورتر، وعم بحكي عن ريفون وأخذت مجدي أنا وأمدح بريفون. يعني ريفون بس حلوة كتير. ريفون هي حلوة كتير. بس خلينا نحكي اللي معنا واللي علينا، مش الشانزليزي ريفون يعني، بس أنا برأيي هي أهم. أكيد لدرجة قدي حكيت عن ريفون وقت اللي كانت يمكن الثورة، كان عم بغطي الثورة أو شيء، يبعت لي بيقول لي أنه أنا بلبنان عم غطي اللي عم بيصير الأحداث بلبنان، وعملت ريبورتاج عن ريفون وبعت لي وسمعت لي. شو حلو، برافو عليه. قلت له بس ان شاء الله يعني شفت انه ما كنت عم بالغ. قال لي لا ما كنت عم بالغي، بس كل شيء اصغر على كل شيء اصغر من ما انت اصلا حكيتي عن ريفون. وساعتها انتبهت انه انا عن جد يمكن على محبتك. طبعا نعم. طبعا. وكانوا يعملوا مهرجانات بريفون، عملوا مهرجانات نعم. لفتره طويله صح، وكانت منطقه كمان سياحيه ولازم يعني، وبعدها لهلا هلا خفت شوي بفتره الحرب للاسف، بس بالصيف ترجع هي والقلاعات يعني بامتداد البول. بس مش شي جديد على هالمنطقة السياحية، هيدي من زمان كتير 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 يعني. صح. حتى أمي لما كانت صبية، أمي من القلاعات، أمي كمان ريفون. من القلاعات. أمي من القلاعات لما كانت هي صبية كانت تقلنا هيدي المنطقة كل عمرها معروفة للسياحة، حتى كانوا يروحوا على مطعم، لا مش دعاية لإله، هو مشهور لورولي، بعده لهلأ اليوم. صح. ومن زمان عقيم أمي لما أمي كانت صبية كان موجود هيدا المطعم. طب أنه ذكرياتك بريفون كولد شو كانت؟ تتهوش لي بالحقل بسنوبر بين السنديان، يعني شو كنتوا تعملوا؟ في دراج كتير بريفون، الواحد يركض بالدرج نزول يرجع يركض بالدرج طلوع. البوزة، شو الذكرى الأقوى يلي عندي؟ أصحابك بعدك بتشوفيهم؟ أكيد في أصحابي ما بعرف من أي متى بلشت صحبتنا، لأنه خلقت بعرفهم وبعدني لهلأ صاحبي معون، وكل ما روح على لبنان منتلاقى كأنه مبارح كنا سوا. نعم. أصحاب ما بعرف إذا هو نقدر نضلنا نسميهم بخانة أصحاب، لأنه صاروا جزء مني. في أشياء هيك بتحكيها بالوما بيفهموا عليك بدون ما تضطري حتى تحكي. الريفون بالنسبة لألك الهول لتهوشول بالعفصات، في حدنا كوع العفصات اللي هو سندين شجر. صح. سندين. صح. عفص. وفي سنوبريت كمان أبعد صوب الحرش، ما بعرف إذا بعدهم موجودين ولا طلعوا أبني محلهم، ما بعرف صراحة. حتى كل ما روح بشوف وبفكر حالي اني نسيت اقولكن بعضهم ولا مش بعضهم. كان في كتير انبوعة مي بريفون، قد ما كان في مي شرب كذا سبيل، كذا سبيل بريفون معروفة فيهم موجودين للعالم يشربوا يعني أو ينروا منهم. تروتوار قلاعات ريفون هيدا ذكرياته عندي كتير كتير كبيرة، بس لعب بالطريق، الطريق لما كانت صغيرة حتى قبل ما يوسعوا الطرقات عين مشهاب، كنا نلعب، كنا نسكر الحي قد ما كان في ولاد. وفي شغلة كمان أنه ريفون مصيف، كتير في ناس بيطلعوا بيصيفوا بس بريفون وبيرجعوا بيختفوا من حياتكم. صح. وبالخريف وبالشتاء كان في عندي زعل أول ما تجي وقت المدرسة وينزلوا كل المصيفين على بيروت أو تفضل على ضيعة. تفضل الضيعة، ما بيقعد في ولاد قد ما كان يبقى في ولاد حتى بالصيف. من ولاد الضيعة بينزلوا، في منهم، في منهم إيه وفي منهم لا. بس هلأ لما برجع بفكر بقول إنه في كتير بنات من ريفون تجوزوا برات ريفون،
بس رجعوا قعدوا بالايفون ومني انكا ايزولي. في كتير كتير بنات بعرفهم من جيلي واكبر واصغر جوزوا قعدوا بالايفون. في شيء بمية تليفون بأرضة ما بعرف ما بيخلينا نفل. حلو كتير. لا هي حلوة المنطقة بعرفها كتير منيح. أنا كوني قعد بالإقلاعات صيفا شتاء. ذكرياتي عم توميلي. رح نحكي هلا بالذكريات. إذا ضيعة شفنا أنه علاقتك فيه علاقة إيجابية ما عندك علاقة سلبية بالضيعة. أقوى ذكريات كانت جيدة أم عاطلة بالطفولة؟ شو الذكرى يلي أقوى بتوصل على ذكرتك؟ جيدة كتير كتير أخذ مطرح ما في مطرح للعاطل بذكريات الطفولة. والله هالقد لهالدرجة لهالدرجة. بتعرفي هول الذكريات مثلا وقت اللي بتكوني عم تقري قصة بتقولي لا كتير مثالية هالقصة يعني مش معقول تكون بالحقيقة أولاد بيلعبوا بالحقلة وبيلعبوا بجنينة بيرجعوا على البيت ستهم موجودة بتخبرون قصة. هيدي شوي طفولتي عشتيها. هيدي طفولتي بعيلة. ستك كانت عايدة قادة معكم؟ ستك ستة أمبية كانت عايشة معنا وهي حدا ما بيحب الناس حدا أبدا أبدا منا سوسيال. مرة بتوعى عبكرة ساعة 5 تنكش بجنينة وبتشتغل عنا كتير جنينات كتير كتير كبار بتشتغل بجنينة بترجع على البيت 5:30 بتتحمم عند حمام براني بتتحمم وبتفوت بتتعشى بتصلي وبتنام. واو. ما بتحب العالم. لما بيجي عالم بتقعد بالأوضة أو بتقعد برا أو بتقعد مطرح ما في عالم بس بتموت بولاد ابنها ما بتحب غير أحفادة وبالأرض. بالأرض. جدي كان متوفى يعني ما بعرفهم لجدودة اتنينون. لكن ستك أم بيك ومن ميلة أمي كان في تيتا. ايه كان في تيتا العكس تبع تيتا أم بي سوسيال أكثر. منا غير سوسيال. منا غير سوسيال يعني شفت الصورتين. يعني العكس تماما. ست أمي من النوع يلي ربيت ببيت عطول في عندها ناس عم يخدموا بالبيت حدا بيغسل حدا بيطبخ مساعدين يعني عطول مساعدين بالبيت وهي عطول حتى الأرجيلة وعم تستقبل أهلا أهلا عطول وما غيرت عادتها. كبريت وبتحسيها بتوعى بكرة بتزبط حالة وبتقعد وبتنطر الوافدين مين مكانه هالوافدين ممكن يكون جارتها جاي تشرب قهوة بس مرتبة حالة ونطرتها حلو كتير. عطول عندها حديث ومسايرة وعطول بتخلق حديث. يعني حتى مرة بتذكر خبرية اجت تزورها مرة وما بتشرب قهوة هالمرة قامت ستة بتحب تبصر للناس طبت فنجانة وبصرت اوريدي هي لقلها بفنجانة انا شفت انه المرة ما بتشرب قهوة قلت لها ما بتشرب قهوة قلت لها لا قلت لها مش مشكلة بصر لك بصحني ليش بتبصر لك المهم تبصر المهم تبصر المهم تمد حديث تخلق حديث رواية هيديك. وكانوا يتفقوا ستاتك مع بعض ولا ما كتير؟ بما أنه واحدة كتير بتحب تحكي وهيديك ما بتحب تحكي ما كان في مشكل لأنه واحدة رح تحكي لحالها وهيديك رح مش تسمع. رح ترد. عارفة هيدا مشهد مسرحي خرج واحد يعمل مسرحية هيك حلوة. والله. ومن أقوى ذكريات المراهقة ولا التروتوار بين ريفون وإقلاعات هيدا سر المراهقة لكل المراهقين تبع منطقة ما تنزلوا على المدينة أبدا ما في لزوم بلا كنا ننزل نزور قرايبنا مثلا بالشتوية بس ما في لزوم ريفون معبيتنا عيننا. حلو كتير. هيدي هي ذكريات المراهقة. ما في يقول انه عندي ذكريات بالمدرسة مثلا نافرة بالمراهقة. وين كنت اي مدرسة؟ بمدرسة عنتورة ماريوسف عنتورة. ماريوسف عنتورة. عندك ذكريات حلوة؟ ايه عندي ذكريات حلوة. عندي اصحاب بجننوا. مثل مين؟ عندي أصحاب ما بعرف هلأ وين صاروا بالحياة بتعرفي أخذتنا الحياة بس كان في عندي صديقتي ما عدت على اتصال معها بس بحبها كتير اسمها نايلة جاموس وكتير بحبها هالبنت بعدتنا الحياة طلينا على اتصال فترة وبعدين ما بعرف وين صارت وأنا صرت بكندا. ذكريات المدرسة حلوة بس منا الأحلى. منا الأحلى. منا الأحلى. منا الأحلى لأن ما فيها شيء صيام ما فيها شيء بارز. ناصر الجامعة شو اخترتي؟ رحتي على الجامعة اللبنانية قلنا كلية الإعلام. ايه خبريني إذا في حدا أثر فيك بالجامعة استاذ بطريقة سلبية أو إيجابية. الجامعة عالم تاني. الجامعة عالم تاني وأحلى ذكرياتي بالجامعة عشان هيك يمكن قد ما الجامعة غطيت على ذكريات المدرسة بالفنار بعيدة عنك يعني بعيدة عني وكانت انزل ايام مع بيي يوصلني وبعدين انا كمل بالسيرفيس على الجامعة كانت بعيدة ما كانت قريبة وايام كنت نايم عند خالتي اذا عندي فحص تاني نهار بكير او شيء اني اعمله بالجامعة. احلى ايام حياتي بالجامعة وهنيك تعرفت على اصدقاء حياتي وضلت علاقتي فيهم طويلة لحديت اليوم
وبعدنا لهلأ منحكي كأنه عايشين مع بعضنا، علما أنه بتفصلنا أوقات كتير. الواحد هيك بيضل لو ما شايف الشخص كأن تركه قبل بيوم. صحيح. مين في عندك من هالأشخاص فيك تسميهم؟ هن كلهم بجننوا، آلين وهلا وجيزيل وجويس. جويس يلي بشاركها كل شيء وهي بتشاركني كل شيء. تعرفي في أيام بتوقعي على أصدقاء بحياتك بيفكروا مثلك، بيضحكوا على النكتة السخيفة يلي بتضحكي. بيكون عندهم تعمق بموضوع ما حدا عنده تعمق فيه، لأنه منه موضوع ربما مهم، بس أنتوا لألكن مهم، نحن مهم. حلو. يعني جويس من كل النواحي بنفهم على بعض، وكتير كتير في عنا علاقة عميقة. وأحلى صفة بالصداقة مدام أبو جديد، ما بعرف إذا بالنسبة لألك هيام. أوكي. ما بعرف إذا بالنسبة لألك كمان تعتبريها أهم صفة بالصديق، الصديق اللي بيسمع. هيدي صفة مش بس بالصداقة، بالحياة بالمطلق. الأصدقاء شغلة مهمة. يعني قديش نادر صار وجود الإنسان يلي بتكوني عم تحكي شي وعم يصغي لقليك. صح. في كتير ناس بتكوني عم تحكي مثلا، حتى إعلاميين، حتى ناس لازم يصغوا لأنه شغلهم بيتطلب إصغاء، كونوا عم يسمعوك وعم بيحضروا سؤالهم تاني أو عم بيحضروا جوابهم. ما فيك تصغي وتكوني عم بتفكري بذات الوقت. صح. بديك تحطي حواسك بالإصغاء 100%. وبجويس أسمر بلاقي الإصغاء 100%. طيب هلا نحن سمعنا رأيك بجويس، تنشوف هي شو بتقول عنك. يلا. هلو هلو رنوتشي. بون، أنا رفيتا لرانيا من تقريبا شي 30 سنة، من وقت الجامعة، وقت درسنا صحافة سوا بالجامعة اللبنانية. هلأ ما بدنا نقول يعني طلعت 30 سنة بلا رعب شو عمرنا، بس مش مشكلة. رانيا بالنسبة لي شخص كتير 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 مميز من وقت الجامعة. Actually مش بس هلا، يعني أنا يعني كنا كلنا حاسين وين معقولة توصل رانيا، لأنه هي شخص كتير مميز بأفكارها، بحضورها، بوجودها، بطريقة تعبيرها كمان. بتذكر أنا كيف يعني كانت معي بالصف، بس ما كان في حديث بيناتنا أول فترة، أنا ما كنا بنعرف بعضنا مزبوط. فبلتقى فيها على باب الجامعة مرة، كنت أنا جاية على الجامعة الصبح، وهي كانت بفترة عم تتعرف على جوزها بسام وظهرة من الجامعة، فبتلتقى فيها يعني بتقلي هاي باي. بعدني فيها على هالجملة من وقتها لهلا، دونك بتضلي معلقه براسي شو مهضومه. وصارت بعدين الاشياء انه تقربنا من بعضنا وصرنا اصحاب، نحن جروب صبايا يعني شي خمس بنات، بس انا ورانيا كثير اقرب من بعضنا سبيسيالمون. يعني بالنسبه لرانيا، بالنسبه لالي رانيا، الشيء اللي بيميزها انه شخص اول شيء كثير مودست، كتير متواضع، كتير عنده قيم، مش مثل قيم الناس بالإجمال، يعني كيف بيفكروا الناس. لا، هي عندها القيم المزبوطة يلي ما خاصة لا بالمصاري ولا بالبوست ولا بالمركز ولا بشي، خاصة بطبيعة الإنسان من جوا، قديش هو عنده صراحة، قديش هو صادق مع حاله، قديش هو متواضع، قديش اشتغل على حاله. دونك في كتير اشياء انا تعلمتها من رانيا، من الموديستي، كيف اقدر حافظ على اصحابي القدم. وبالنسبة لإلي رانيا، حيالله وقت بكون مضايقة فيه بقدر اني احكي معها فيه، لو كنت باخر الدنيا يعني بكفي اني بعت لها مساج او الا انه اسمني على بعض فينا نحكي دغري. مع رغم البوست تبعها وكل شيء، دايما رانيا بتلاقي وقت انه تعطي بريوريتي لاصحابها، وهذا شيء كتير بريسيو بالنسبه لألي. مع انه في كتير عالم بعرفهم وكنت كتير قريبه منهم سافروا وما حافظوا على هاليان هيدا، بقى هذا شيء كتير غالي على قلبي. وبتمنى لرانيا كل النجاح، لانها شخص بيستاهل وبحبك كتير. إذن ما في شك أنه الصداقة كانت بمرحلة الجامعة شغلة مهمة. في شيء أستاذ أثر فيك بتتذكري بالخير أو بالعكس قلتي يعني لعنة الله عليه لأنه ما كان سهل؟ أوقات في أساتذة بيتحططوا هيك على التلاميذ، مرقتي بشي مرحلة هيك؟ الحقيقة كان في أستاذ عنا بالجامعة
ما بدي أقول شيء سلبي عنه لأنه بالنتيجة مش سلبي هالقد. تعرفي بأيام الجامعة كنت معرفة جديد على جوزي وكنت مغرومة يعني لفوق شوشتي، كانت أحضر نص ساعة وغيب ثلاثة أيام، أحضر نص ساعة وغيب ثلاثة أيام. يعني نجحت يعني. أي والله أي والله عن جد كنت يعني ما بعرف، كان أخذ لي عقلي الحب والصبا وكل هالأمور، بقى كانت كتير غيب عن الجامعة. بس هيدا الأستاذ كل ما كنت فوت على الكور لعنده، أول ما فوت يقلي طلعي لبرا، ما بكون عملت شيء، ما بكون عملت شيء بعد نهادي، ما بعرف يمكن ما سألته ليه. كل ما بيشوفني أو مثلا شي مرة بيفوت بكون أنا موجودة بالصف بيشرح، بعدين بتطلع بيلاقيني بيقلي طلعي لبرا، لله بالله ما بعرف ليه. لحد ما فحص آخر السنة، بتعرفي كنا نقعد بطبقة لحالنا واحد يعني فرد مستقلة، ايه مستقلة ما في حد حدا، وهو عم بيراقب بهالفحص. بيوصل حدي بيقول لي شو بدك؟ بقول له بشو؟ بيقول لي بدك مساعدة؟ بقول له ما بدي مساعدة. لا، بيقول لي غايبة كل السنة وما بدك مساعدة هلا؟ قلت له ما بدي. قال لي قولي لي أنا بساعدك، شو بدك أنا بساعدك؟ قلت له ما بدي مساعدة. ما بعرف إذا هالشي سلبي ولا إيجابي، بس ليه بدك تكون لطيف معي بالسر وبدك تكون هالقد قاسي معي بالعلن؟ مع أنه ما إله حق بالجامعة أنه يتصرف معك بالطريقة، لأنت حرة بالجامعة، مسؤولة عن نفسك إذا بتفوتي على الصف ولا لا، هيدي مش مسؤوليته. مزبوط، يعني هذا شيء تهكمي. صح، بس ما جربتي تتشكي عليه؟ بتعرفي بهديك الفترة ما كنت أعرف أنه أنا كبنت في أطلع عند المدير ولا عند الدويان وقل له هيك 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 القصة. كنا دايما نحس أنه لا، لازم تسكتي، وطالما ما إزيك ما بتقولي شيء. الأستاذ عنده سلطة. أكيد الأستاذ قال له عنده سلطة، وأنا مرة أنا بنت ما بعرف قدي رح يسمعني المدير الرجل. واو. ما بعرف قدي رح يسمعني. أما للأساتذة يلي تركوا أثر إيجابي، بتعرفي أنا بكلية الأعلام كنت، وكان عنا أساتذة فيدات، كان عنا أستاذ راجح الخوري بجنن، يعني بس نحنا ننطر تنتفرج عليه جاي بأناقته بجماله بفهمه برسانته جاي يعطينا هالكور. هيدا الأستاذ ترك أثر كتير كبير إيجابي، يمكن من أكتر الأساتذة اللي حببوني بالصحافة وبالأعلام. وكنت بفترتها بشتغل بتلفزيون مستقبل، بس ما كنت شو أوف أبدا أبدا، بس هو بلطافته بمرة من المرات كانت بشتغل تلفزيون مستقبل وكنت حامل ببنتي، حبلة ببنتي، كانت بطني كبير يعني بيني أني حامل. بنص الصف بيقول لي مدام فيك توصليني أنت ورايحة على تلفزيون مستقبل على طريقك على النهار؟ أنا حسيت مثل كأنه حدا عم يعطيك جايزة. بالنتيجة أنا بدي أخذ راجح الخوري بسيارتي المحرقة على على النهار، يعني شو هالجايزة الكبيرة؟ صحيح. وطبولك علي أصحابي، قولي له لا بشرفك نحن بدنا ناخده دخيلك، قولي له لا شو بدك مجوزة بطنك قدامك وين رايحة؟ نحن بدنا ناخد أستاذ راجح الخوري. بالنهاية أخدتي؟ لا، بالنتيجة قلت له ليك رح يقتلوني إذا بياخدك، فيك تروح معهم قلون عربش وأربع بنات بالسيارة تيوصلوا أستاذ راجح الخوري على النهار. حلو بس أنه أستاذ يكون هالقد محبوب بجنن، وهو هالقد كفوق وهالقد فكره كبير وواسع وشخصيته حلوة. بجنن بجنن. حتى كان عنا دكتور تاني كمان يعلمنا، نسيت صراحة شو اسمه، مش عم بقدر اتذكره. بس في شغلة قالنا اياها ما بنسيها بحياتي، قالنا دايما تواضعوا، السنبلة الفاضية هي اللي بتبقى مونترة مبينة، صح، عالية، بتبقى عالية راسها بالهوى، صح. بس السنبلة المليانة بتبقى منحنية، صح. كل ما تواضعتوا كل ما كبرتوا، كل ما صرتوا أهم، كل ما كنتوا مليانين، صح. وهيدي الجملة ما فيني أبدا انسيها، وهيك بترجع على راسي كل مرة كل مرة بكل ظروف الحياة، يعني مش بس بالشغل ولا بكل شيء بالحياة نقطع فيه. شوفي قدي تأثير الأساتذة يعني على الطلاب شغلة كتير مهمة كتير بالحياة العملية والحياة العامة. شو عندك ذكريات بتوميلك؟ الحياة العملية كتير فيها ذكريات حلوة، ما في أحلى من العمل الصحافي، ما في أحلى يمكن من هالمهنة بلبنان حتى وين ما كان. كل يوم عندك قصة جديدة، كل يوم عندك مهمة جديدة، ولا مرة بتكرري نفسك، صح. ما بتجي تتعيدي نفس الشيء،
تيجي كل يوم تتعلمي. بالنتيجة إذا أنت كنت مذيعة بمحطة إذاعية عم تستضيف شخص وعم تتعلمي منه، مين مكان هالشخص؟ مين مكان ضيفك؟ إذا كنت عم تشتغلي على تقرير صحافي نفس الخبرية، عم تتعلمي، تعملي الرشاش تبعك، بتروحي على التيران، بتعملي الانترفيو، بتعملي المونتاج. العمل الإعلامي الصحافي الحقيقي عالم تاني، بياخدي كل يوم مشوار وبيعلمك شيء جديد. ما في ألذ من هالشغل، ما في ألذ وما في أغنى من هالمهنة بالعالم. في ذكرى كتير بحبها، كنت بتلفزيون المستقبل وكنت بعدني مبلشة جديد، جاي من الجامعة رابطة شعراتي ولبسة جينز وكنزي هيك يعني بشكل تلميذ الجامعة، وما في شيء أبدا أبدا سبيسيال. بوصل بدي حضر حالي لنسجل حلقة بتلفزيون المستقبل للبرنامج اللي كنت بقدمه، بيجي المخرج ماهر المغربي كان بوقتها، بيجي بيقول لي رانيا بدي اياك تعملي شغلة. قلت له شو؟ قال بتجي معنا بدنا نعمل مقابلة مهمة. مقابلة مهمة، أنا طالبة جامعة بعدني بالجامعة، مقابلة مهمة بس بحب التحدي. قلت له أكيد، وماني عارفة لوين بده ياخذني. قال لي مستعدة تروحي؟ قلت له إيه. قال لي بتعرفي لوين رايحين؟ قلت له لا، حيلا مطرح فكرت شي مقابلة مع سياسي مع اقتصادي مع ما بعرف شو. قال لي بدنا نعمل مقابلة مع زياد الرحباني، وكان وقتها زياد الرحباني مش عم يعطي مقابلات لحدا، كان صار له مقطوع عن الإعلام مدري قديه، وفجأة قرر يطلع على تلفزيون مستقبل بعد مقاطعة على تلفزيون مستقبل ما بده أبدا يعرف شي، ونقل مخرج إنه يختار نقله كمذيعة روح أعمل معه المقابلة. قال لك هيدي لن نمك يجي ولن عام إيه بدي حدا أوتنتيك. أنا عاملة معه ثلاث مقابلات زي صحيح. في في شيء أحلى كتير من هيك؟ كتير مش معقول، خبرة رائعة عن جد. يعني أنا بالنسبة لي كان عمري شو يمكن شيء 19 بس سنة، بس رحت دغري بلا تحضير ولا شيء، بلا تحضير وصلت. واو. وعلى الطريق عدت حضر حضر اكتب كذا، اتذكر مقابلات مسرحيات وأغاني شو عاملت، استفزه ليحكي كل الأسئلة اللي لها طعم اللي أنا مفكرة لها طعم اسألوا إياها، الجوابات يعني بتفوت بالحيط ولا شيء. وأسأل شيء أكبر ضرب للصحافة لما بيسأل سؤال وحدا بيجاوبك إيه أو لا مثلاً. أو ما بده يجاوب إيه إيه بتحسي حالك إنه خلص فشلت. لا وقت اللي وصلت معه لمطرح قال لي كلمة الله يحفظك، قلت له الله يديمك، طلع فيه هيك زدت لي كلمة تانية من هول العبارات اللي بنستعملهم تبع تبع اللبناني، ومشيت مقابلة مزح على هضامة على شيء طلعت من بحب. مثل ما هو بحب. صح. يعني من بعد الستريس اللي عشته على كم دقيقة بالأول بالآخر مش الحال، مش الحال. هي من أقوى ذكريات لك أنا بالمجال. أنا وصغيرة هيدي أنا وأول بداياتي بالإعلام. إيه حلو كتير. شو عندك ذكرى بالحياة العاطفية؟ ولا صراحة يمكن بايخة حياتي العاطفية، لأنه جوزي تعرفت عليه كنت صغيرة تلميذي، يعني كنت طالبة بالجامعة ما عرفت غيره، هيدا هو اللي حبيته، هيدا هو يلي عشت معه كل الطلعات وكل النزلات. حتى بالضيعة ما كان انت وصغيرة هيك في شي حدا يلفت لك نظرك تتفق معه واشمعنى بس يكونوا أولاد بينبسطوا ببعض؟ ما كان في شباب كانوا أكتر مثل أخواتي، كلهم كانوا مثل أخواتي، كلهم يجوا لعنا، كلهم أهلهم أصحاب أهلي ونحن نروح لعندهم. ما في كشاب وبنت ما كان في من هالجو. بالنسبة كيف تعرفت على جوزك؟ جوزي تعرفت عليه بسهرة كانت عملتها الجامعة، وخيو عنده صاحبته بالجامعة معنا، قالوا له مشي معنا في كتير بنات بهالجامعة إلا ما تزبط معك أجاز ماتريمونيال يعني. كتير راح معنا على السهرة، تذكر كنا بنايت كلوب اسمه ريتس برمانا. قبل ما يوصل جوزي كان الدي جي يلي بالسهرة اللي هو معنا بالجامعة اللي عم يدرس صحافة كمان، كنت أعجبه وأنا كان يعجبني بس ما كان في علاقة عاطفية، يعني حكينا شوي هيك مع بعضنا بس ما تطورت تتكون علاقة عاطفية. ها هيدا واحد قبل جوزي عم جرب لاقي حدا أفلاطوني، بس حب أفلاطوني أفلاطوني يعني. أكيد 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 مش أبعد من هيك. بعدين شافني جوزي وقال لها لصديق تخيو هي تعرف. بدي اتعرف عليها. قالت لي شو بدك فيها، هي صعبة كتير، ما بتحكي مع حدا وشايفي حالة، مع انه مني هيك ما بعرف ليه كان بدها تقطع بنصيبي، ما بعرف ليه. مهم هو ما نطرة ما بدها اياكي سلفي يمكن. هلا الحلو انه هي ما كانت سلفي، خلصت قبل ما انا اصير سلفي. بعدين هو رجع عزمني ارقص معه، ما بعرف ليه، ما تسأليني ليه، بحياتي
لا بسأل عن شو برجك وأيمتى خلقان ومني خبيرة وما بعرف وما بفهم. مش طالع على ستك أم أمي. لا لا لا, لا أبدا. ولا البيت السابع ولا الكواكب ولا شيء. ما بعرف فيهم شيء. أنا وعم برقص معه ما بعرف ليه. قلت له أنت بالانس ما هيك برجك بالانس الميزان. قال لي إيه. قلت له وأنت خلقان ب17 تشرين. أف بعد هيك عني. قال لي شو أنت ساحرة؟ قال لي مزبوط. ما بعرف كيف طلعت مني هالجملة. عادة حدا إذا بخبرني هيك خبرية بقولي شو كيتان شو مش حلوة إنه شو بيخة شو سخيفة هالخبرية. صحيح عن جد عن جد ما بفهم لحديت هلأ ما بفهم ليه حكيتوا عن هالموضوع وليه صبتها هالقد ما بعرف ليه. مهم أعطاني رقم تليفونه وفل. قال لي اتصل فيه. قال أنا ما تلفنت لأنه بتعرفي كيف كنا من زمان يعني البنت ما بتتصل بالشاب صح ما بتنازل. هونيك نهار صاحبة خيو بتجي بتقلي بسام بيقليك تقلتي حالك جمعة هلأ صار فيك التلفني له. وبالفعل لقيته كتير مهضوم من هالجمعة. عجبك يعني انت وفات عجبك. عجبني وعجبتني أكتر هضامته. كيف الطريقة اللي عم بيقلي تتلفن له انه خلص تقلتي حالك جمعة نعرف انه انت مش سهلة. حلو كتير. ومن وقتها والله من بعد قدي جوزته بما انك طالبة 4 سنين وقررتوا بعدين تجوا. هلأ قبل ما نحكي عن الهجرة لأنه بعدين رح نحكي عن الهجرة بدي أعرف شوي أكتر عن علاقتك مع الأجيال. يعني أنت مثل ما فهمت مع أولادك علاقتك جيدة ما عندك كونفلي يعني لا. مع الأكبر منك كمان يعني أنت كمان ضمن شغلك هلأ شو عندك شيء هيك مميز إذا فيك تتعاملي مع الأكبر ومع الأصغر ومع أي جيل بترتاحي أكتر؟ عندي سهولة تعامل كتير كبيرة مع أي إنسان من أي عمر اللي كان إذا كان عنده انفتاح على الآخر. إذا شخص بده يجي قدامي إذا شاب صغير ولا كبير وعنده فكرة عنده بريجوجي إنه هيدي أكبر مني أو هيدي أصغر مني ما رح أقدر أتفاهم معه بكل الأحوال. بس أي شخص عنده انفتاح على الآخر أكيد رح أقدر أتفاهم معه. عندي أصدقاء حاليا أكبر مني أكبر مني 15 سنة وأكبر وهني أصدقاء مقربين نعم حتى أكثر من 15 سنة في منهم وأصدقاء كتير مقربين. وفي عندي أصدقاء صغار بالشغل معنا في شباب وصبايا كتير بيجوا بيخبروني أخبارهم بيجوا بيفتحوا لي قلبهم بيستشيروني بيبعتوا لي مساج بيقولوا لي فينا نجي نقعد معك شوي. قدي بحس حالي عندي قيمة لما في شخص بيقدر بحب هالقد ياخذ ويعطي معي مين ما شو ما كان عمره العلاقة الإنسانية هي الأهم هي الحقيقة. إذا بدك مش بس عمر أي شخص مختلف مهما كان هالاختلاف عرقي جنسي ثقافي ديني عمري طبقي يلي بدك سمي منكسر كل هالاختلافات ما منشوف غير الإنسان نتفاهم كلنا مع بعضنا صح. بس تنقدر نعمل هالشي بدنا نبلش بحالنا نحن بدنا نكسرهم عنا تنقدر بس نشوف الإنسان بالآخر ولا شيء غير الإنسان 100%. حلو كتير كلامك. نوصل هلأ لفقرة كيف وليش الحديث عن مرحلة الهجرة. تعتبري حالك هجرتي أو تهجرتي؟ انتقلت من بلد لبلد. بأي قرار؟ بقرار أني أفتح أفاق لإلي ولولادي. قديك كانوا اثنيناتهم عندك ياهم؟ كانوا اثنيناتهم خلقانين بلبنان. يارا كان وقت اللي عملنا طلب الهجرة يارا كان عمره 3 سنين وجو كان عمره 2 سنين. هذا قرار مش سهل من ريفون يلي أنت ما بتطلعي عنها وتقرري أنه تحمل ولادك تحت باطك ويلا تجي على موريال. صح هيدا قرار صراحة. جوزي وصل مرة على البيت اللي بتعرفي في الشباب اللي عنده بالمختبر كل يوم بيروحوا بيقعدوا قدام السفارة الكندية تيقدموا طلبات. جابوا لي هالطلب عبالك تعبيه نشوف شو بيصير معنا. قلت له أوكي. ما كان في إنترنت بوقتها كان كلها بالمراسلات نعم. البريدية العادية. عبيت الطلب قلت أنا هيدا أعملوا بروجي تبعي هيدا بروجي بدي شوف إذا بيتحقق. عبيت الطلب وعملت كل حضرت كل الملفات اللي طالبينها كل الأوراق اللي طالبينها ومش سهلين وبالمراسلات ما كانوا أبدا سهلين. عبيت كل شيء وبعتناه نرفضوا كل الشباب اللي عن جوزي واو. ونقبلنا نحنا
كان عنا أفانتاج بفهم هالشي عنا أولاد صغار صح. ونحنا كمان كنا ناس ما رح نجي نتعلم لغة بكندا، رح نجي دغري بروفيسيونيل، رح نجي دغري نشتغل بأي مجال، منتجين رح بتكونوا منتجين يعني ومع اثنين ولدين صغار صح. بقى انقبلنا وصرت اتحمس اكتر واكتر على فكرة النهار اللي بدي اترك فيه تروح على واو. كندا، وصرت صراحة ابني مشروعي الكندي من انا وبلبنان. لبنان كان بفترتها بيعزه، لانه عم نحكي نحن بين 2000 وال 2003 الحرب خالصة، في مصاري بالبلد، في شغل، سواح عرب عم يصرفوا مصاري كتير، في اشغال، عالم عم تعمل مصاري، يعني قرارك كان اصعب بكتير لأني أنا تركت مش لتهجير، ما في سبب خليني قرار هجرة مش تهجير. مزبوط أوكي. مزبوط 100%. والمناطق فاتحة على بعضها والعالم بتكزدير وين ما كان صح. في يعني البلد حلو كان البلد كتير 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 بعزه، ومع هيدا وكله كنت بس عم فكر كيف بدهم يكبروا ولادي ووين بدي ياهن أنه يكبروا. ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا، بلبنان مهما كان فتح لبنان وصار بلد فيه أمن واللي بدكي، لازم كتير شغل على العقلية بالمجتمع اللبناني. نعم. هيدي هي اللي كانت يمكن أكتر شيء تزعجني، مثل ما ذكرت بالأول عندي تمرد، يمكن لأني من ريفون من ضيعة طانيوس شاهين، هالمتمرد هالفلاح اللي ما بيشبه ولا فلاح، هالفلاح اللي ما بده تكون صفة فلاح صفة دونية، دونية صح، بده إياها إنها تكون صفة إلى شرف إلى كرامة. هيدا العنفوان اللي عندي يمكن خليني أرفض العقلية اللبنانية بكتير كتير مطارح، وهالشي سبب لي كتير مشاكل مع أمي أنا وصغيرة، لأنه ما بقبل فكرة لا يعني لا هيك لازم أي. هيك لازم أو لا، أنا قلت لا ما فيني أقبلها بولا طريقة. كنت عم تقولي انه بتآمني بالأخذ والعطا هلأ من شوي صح. يعني بهمك الأخذ والعطا، مش انه الواحد ينزل عليه السيف متصلت صحيح. واذا انا بدي اعطيهم هالأخذ والعطا لأولادي بالبيت وما رح يلاقوه بالمجتمع، هيدا كف كبير لقلن. انا ما بدي اشوف بنتي بيوم من الايام عم تدرس وتتقدم بدراساتها، او ابني وما يلاقوا مجال لشغلهم غير تقدموا تنازلات مهما كان نوع هالتنازلات. هالشي ما بدي شوفه وما بدي اقبله. اخترت الحرية صح، اخترت الحرية واحترام الإنسان مهما كان هالإنسان. للأسف، وبرجع بقول للأسف، بكتير مطارح من بلبنان، بكتير مطارح، وما بدي أشمل لأنه مش مزبوط لا، أنه فينا نقدر ما فينا نشمل صح. بكتير مطارح إذا أنت منك بنت حدا أنت منك حدا للأسف. سألوك بنت فلان وفليتين صح. لازم تكوني بنت حدا لتقدر تنفتح لك أبواب، أو إذا لا بتقدم تنازلات بتنفتح لك أبواب. طبعا في وسائط ما فينا نتخبى وراء أصبعنا صح. وأنا ما فيني أشمل لأنه بكتير حالات لا ما في وسائط، وبكتير حالات في أشخاص بهمة إنها تصحح. بس بأي نسبة ما بعرف صراحة، ما عندي إحصائيات. مزبوط اللي عم تقولي، يعني تنكون واقعيين إنه هيدي الأشياء اللي بتوجع صح، وهيدي هي أحد أهم الأسباب يلي خلتني. طب كيف بتفسري إنه الأشخاص نفسهم يلي معقول يكونوا بالبلد عم بيتصرفوا بطريقة مشينة ومش مزبوطة، ماشيين مع سيستام البلد إنه يلا وصايت وهيدلن تلفن لفنين وفليتين، وقت اللي بيظهروا من البلد وبيجوا مثلا على كندا بيمشوا مثل الشطار على القانون، وبيحترموا القانون وبيعرفوا وجباتهم اللي إلهم واللي عليهم طب ليه؟ أنا بقليك ليه لما الشخصين بيكونوا عم يتعاملوا مع بعضهم. حضرتك لما بتتعاملي مع شخص تفرضي عليه احترامه لقليك أنت بتحترمي حالك طبعا، أنت بتحط الحدود. أعطيكي مثل، شخص إجا مد إيده على كتفك بتشيلي له إيده، بتقولي له ما بتقرب أكتر من فشخة صح. طردنا، حطيتي له حدود، فهم حدوده. لبنان هو مش فارض احترامه على مواطنه وما بحط الحق على لبنان بالمطلق، ما هيدا لبنان دايره مدرة مجموعة مدرة مسؤولين أنا بعتبرهم إداريين، سلمون المواطنين اللبنانيين سلطة. هالمهمة اهتموا لنا بإدارة هالبلد، وهيك بدهم يديروا. لما البلد بيفرض احترامه بتصير تحترميه. كندا فارضة احترامه على أي مين ما كان بيعيش على أراضيها. نعم. أي بلد عنده قوانين بيفرض هو القوانين وبيتطبقوا
نحن عنا قوانين بس ما بس ما بتطبق. ممكن هالتطبيق القوانين ما يكون بس على صعيد إدارة كبيرة إدارة الدولة، ممكن تكون على صعيد مؤسسات صغيرة. لما بتكوني بمؤسسة تنفترض سوبر ماركت وشفت واحد عم بيزعبر ويمشي قدام التاني، مرة واحدة يجي مدير يقول له لو سمحت لورا لأنه هون بالدور. معلش بالأملية مدام. ايه بالأملية صح. هيدي الأملية صحيح بتخرب كتير ايام. صح. بس فكري أنا أنه التنظيم والإدارة والاحترام ببلش من صغير صح. لكبير. مش ضروري بس كل واحد يقول البلد مش ماشي أنا واقف علي. خليها توقف عليك. صح. بلش من عندك. لأنه هيدي عقلية المسؤولية المواطنية. هيدي هي. هون فينا نستعمل كلمة مواطنية إذا بدك. هيدي هي المسؤولية المواطنية. لما بدي يكون مواطن طب أنا شو عم بعمل؟ ما أنا بدي أسأل حالي أنا شو عم بعمل؟ أنا بكب من الشباك بقول ما هيدا القدامي كب من الشباك. صح. خي ما تكب من الشباك. أنت عمول اللي عليك. صح 100% اللي عم تقوليه مزبوط. كان عندك صعوبات للتأقلم هون؟ يعني شو كان أعمارهم ولادك وقت اللي جيت؟ القرار أخدتوه، أخدتوا لورا جيتوا، بس قد ما يكون بضل في مثل صدمة، إن كان بالتأس، إن كان بالطريقة التفكير، إن كان باللغة. حتى لو الواحد متمكن من اللغة الفرنسية بس أوقات بيطلع باله يعصب يمكن بلغته الأم. كيف كانت التأقلم الفترة؟ ولادي كان عمرهم 5 سنين و6 سنين. تعذبوا ولا تأقلموا بسرعة؟ هني ما تعذبوا. الولد بيتأقلم. الولد ما بيتعذب لأنه بيروح على المدرسة وبيشوف ولاد مثله وبيكبر وما وثباته هو أمه وبيه. صح. بالنتيجة عم يجي على البيت عم بيشوف البيت هو ذاته. ولادي مش المشكلة. وأنا بقول ما اضطريت أني أتأقلم. أنا جاي بحب كندا. أنا طالعة بالطيارة من لبنان. حلو كتير. حب كندا. وهيك الواحد بينجح. لأنه النجاح هو قرار. والقرار انك تحطي اوبشن وحده قدامك. ما فيك تحطي قدامك مثلا بلان بي، اذا ما زبط بكندا برجع لبنان، انا بيتي بعده موجود، شغلي بعده موجود، اهلي بعدهم موجودين. لما بتحطي بلان بي ما بتنجحي بحياتك. صح. في اللي اجر هون واجر هون. صح. عينهم على لبنان وقلبهم بلبنان وعقلهم بكندا، هول ما بينجحوا لانه بينوجعوا كتير. مستحيل ينجحوا، بيدموا يعني. لانه على طول حاطت مجال لخط الرجعة. صح. أنا طلعت بالطيارة، طلعت بجوزي، قلت له مش معقول شو بحبها لكندا. فظيعة. قال لي بعد ما وصلنا. أجل فظيعة. بعد ما وصلنا. لأن الأوتو سيجيستيون مهمة كتير. لازم أقنع حالي بس ما اضطريت أني أقنع. بالفعل انغرمت بهالبلد. أنا كمان بحبها. صراحة يمكن كمان قد ما أنا حابة كندا، كندا هالقد حبتني. صحيح. وفتحت لي بواب ومجالات أنا من أول نهار. أنا بآمن اللي عم تحكي معلوم. فيه هالإنرجي، هالطاقة الإيجابية، هالتفكير الإيجابي. صح. فتحت قلبك وعقلك، فتحت حياتك لهالبلد، والبلد مضياف جدا وبحب مواطنيه يعني. أكيد مزبوط اللي عم تقوليه 100%. يعني عن جد اللي عم تقوليه درس وعبرة ليلي بدهم يجوا. هيدا أهم شيء، تعوا بنية أنه أنا جاي أحب هالبلد وعيش فيه ويصير بلدي. هيدا بدي إيه بلدي. كل شيء انفتح بوجه، كل شيء انفتح بوجه من أول نهار. يعني أنا وصلت دقيق على الخشب نحن ميسي ب 14 جوان 2003، 14 حزيران 2003 أنا جيت على كندا أول نهار. جوزي ليعيشنا تجربة حلوة، فكره يحببنا بكندا، كان حجز لنا بيات للفورمولا 1 تنروح نحضر فورمولا 1 عوصولنا على الوصلة. على الوصلة. أول ما وصلنا رحنا على البيست محل ما بصير السبق، إجا بوليسي شاف ولادنا صغار، قال لهم تعوا معي تقربوا معي بدنا نقرب حد السيارات لتشوفون. حط لهم كاسكيت وقربهم تيشوفوا السيارات عم يقطعوا عن قريب. وبلشت أنا أقول له لجوزي ليك كندا، ليك ليك هالدولة، ليك هالدولة، بعدنا واصلين وعم يستقبلوا لنا الولاد. صرت كل شيء شوفه إيجابي، صرت كل شيء شوفه إيجابي. أول ما فاتوا ولادي على المدرسة بآخر أوت بسنة 2003 بدي أشتغل. أنا كل حياتي شغلي بس صحافة، ما بعرف أشتغل شي تاني، بعرف يمكن أشتغل شي تاني بس ما بدي، بدي أشتغل صحافة. هيدا شغفك. وأعلام، وهي شغلتي، وهي درستها، وهي بدي أشتغلها. ما بعرف منين بدي بلش. صدقيني ما بعرف من، ما بعرف حدا. أنا بكندا ما بعرف إنسان. بس أخذنا بيت أنا وجوزي بمنطقة ما بنعرف فيها حدا. وليك تتعرفي كيف أخذنا بيت؟ عم نبرم مستأجين سيارة، كنا أول ما وصلنا على المطار وعم نبرم قاعدين بالأوتيلات، بدنا بيت، بدنا نقعد شي مطرح. نحن وعم نبرم بهالطرقات شفنا ألوة لا شفنا أجانت حاطة دعاية لحالة، أجانت إيموبيليير حاطة دعاية. قال لي تلفني له.
بتعرف النيلة؟ النيلة بدنا نستأجر بيت لو سمحت إذا فيك تساعدينا. صارت تضحك قالت لنا أنا ببيع بيوت أنا ما بلاقي أجارات، بس بتعرفوا كتير هيئتكم لذيذين، تعوا تدلكن على بناية معمرة جديد وعم بأجروا فيها. البناية اللي أخذتنا عليها دغري استأجرنا فيها، ما سألنا. يعني تتعرفي كيف لما بدك إنه يمشي الحال بيمشي الحال. صح. بعدين وقت راحوا الولاد على المدرسة وأنا بدي بلش نبش على شغل، لأنه جوزي اضطر ينزل يرجع على لبنان على سنة يروح ويجي تيخلص شغله بي... طبعا تيبيع... نعم تيبيع، مش تيبيع حصته، تيسلم الشريكه تيحل البزنس. بقى بهالوقت ما بعرف مين بدي بلش، ما بعرف ليه إجا براسي احكي أنصل الموجود بموريال. ما بعرفه فادي زين، وهو اصلا صحافي كان، يعني صار حاليا سفير بغانا بعتقد. فادي زين كان مذيع على التلفزيون، كان صحافي رياضي، انا هيك بعرفه صحافي رياضي. قلت انا هيدا صحافي ولازم يدلني شو لازم اعمل. اخذت منه موعد، لا بعرفه ولا بيعرفني. بالانصليه فكروا انه بدي معاملات انصليه، لا بدي بس موعد مع الانصل. استقبلني بكل لطافته وبشكره على كل حال، وقلت له أنا واصلة جديد بدي اشتغل بالصحافة وما بعرف منين بدي بلش، وبما أنه أنت على اتصال بكل الجالية وعندك معلومات ياريت فيك تساعدني. قال لي صراحة أنا بس بقدر قلك أنه في إذاعة الشرق الأوسط هيدا رقمهم، إذا نعم. بدك تتصلي فيهم وتقولي تركلنا أول ما نجي نتصل بالشرق الأوسط. تتعرفي قديش مهمة هالإذاعة لأنها تفتح لنا الباب وتخلينا نبلش شي مطرح وتخليلنا هيدا التواصل. صحيح. نحكي بالعربي. صحيح. ونتعامل مع أشخاص لبنانيين من أصول لبنانيين أو من أصول عربية. قديش مهم هيدا التواصل اللي خلقت لنا. وبالفعل بلشت هون، وبعد شهرين رجعت بلشت براديو كندا. على فترة ضليتني أشتغل هون وبراديو كندا بالمجال تبعي بس ما في قلك إنه كان شي كتير سهل، لأن ما كان معي سيارة، وكنت روح بالترين وبالبوس وبالمترو وامشي بالسقعة وما اقبل اني البس ماتو سميك لانه منو ما كتير عنده ستيل. ايه الماتو السميك لبسي ماتو رقروق اول سنة على اللبناني، يعني دنقوا ايدي برد ابرد يعني من راسي لكعب اجريه، بس ما بدي البس الماتو السميك. تاني سنة مثل الشاطرة، معطو طويل، بدناج، كفوف، برنايتا، شي بخط إيل من خارج، يعني كل شي كل الكيت. أي أكيد، لأنه ما في الواحد بيموت يعني. أي بس صراحة شفت أنه كل شي عم يفتح بوجهي، لأنه أنا بدي أشوفه هيك. بس أيام لما بقعد بيني وبين زيتي وبرع بتفكر بقول يمكن اللي عم خبره ببين هين كتير وسهل، بس هو منه هالقد سهل. لا أنت عم تسهلي أكيد، يعني بفهم من حديثك وقت اللي جيتي ما كان عندك انتظارات، يعني كل شيء كان انتظارك انه انا بدي اتأقلم وبدي انبسط بهالبلد. وصرتي اذا قالوا لك هيدي بنايه معمره جديد ما بدك تروحي تعملي كومباريزون، بركي في ارخص بركي في احلى. يلي بدك اياه انك تكوني مبسوطه وراضيه بالموجود بين ايديك، وهيدي نعمه. صح. انه الانسان يقدر يفكر بهالطريقه حقيقه. هالشي كتير ساعدني ما اسأل، انه بالعكس حتى لقي شو كان شي منيح انه لقينا دغري هالشقة، وهو يمكن ما لقينا دغري هالشقة، يمكن كانت اغلى وحدة بين كان فينا نلاقي ارخص ولا نلاقي شي مش مهم، كان مش بدك تتأقلم يعني. كان صحيح. وبالنسبة لمرحلة المهنية وكيف بعدين فرضت حالك بأمور تانية بعالم تاني، درستي طورت حالك أكتر، وقدي مرحلة النجاح كانت لذيذة من بعد التعب، لأنه الواحد بحس أنه بيزرع بس بيلاقي بهالبلد. صح. وذكرتي شيء كتير مهم هيام، قلت لأنه ما عندي انتظارات. كل شيء بهالحياة ما تحطي له، ما تنتظري شيء منه تنبسطي به حيلا نتيجة. ما كان عندي انتظارات بشي بهالحياة بولا شيء، مشان هيك اليوم بقلك كل شيء عندي إيه أكتر بكتير من اللي أنا تخيلته واو. أو اللي أنا حلمت فيه أو أكتر بكتير، لأنه ما عندي انتظارات. أنا وقت اللي كنت براديو كندا بهيئة الإذاعة الكندية لفترة 10 سنين، بآخر سنة صار في بال2012 صار في تغيير بالحكومة، الحكومة الجديدة اللي أخدت السلطة وقتها قصت من البيجي تبع راديو كندا، وراديو كندا ممولة من الحكومة. نعم. قصت البيجي 80%،
كان أكتر ديبارتمان متأثر بهالقص هيدا هو العربي، هو مش العربي، هي راديو كندا الدولي اللي هو راديو لثمان لغات بيبث لبرات كندا، ناطق بلغات تانية غير الفرنسية والإنجليزية، الإسبانية والمادرة والروسية والأوكرانية والبرتغالية والفرنسوية والإنجليزية والعربية. نعم. ولما طلع هالقرار أكيد اللي بده يخسر وظيفته هو اللي فات آخر شيء من 10 سنين أنا فتت، يعني من 10 سنين أكيد طلعت من هالقص يلي صار مهمني، لأنه كمان ما شفت خطوة سلبية، ضليتني أشتغل براديو كندا، اشتغلت بالتلفزيون بهيئة الإذاعة الكندية مع الفرنسيين، واشتغلت بالراديو بالبريمير شان، يعني ضليتني شايف الأشياء إيجابية، ولأنه عندي جوزي داعم 100% لكل قراراتي، قال لي شو رأيك تجي تشتغلي معي؟ وبهالوقت هو كان عم يشتغل بمجاله؟ ايه هو عنده مختبر، ضل بمجاله دغري. شفتي مثلا، شفتي كيف مثلا أنا بنسى فترة مثلا، لأنه هو وجوزي وبلبنان، أنا كنت عم حضر له لكل شيء عم بيأسسه هون، أنا اللي عم عدل له شهادته، أنا اللي عم شوف له وين بده يستأجر لأنه ما بيقدر يكون موظف جوزي، أنا اللي عم بتعاطى مع زبونات تا يجي دغري يشتغل ويحب قد ما أنا أحب. يعني شفتي مثلا كيف بنسى، لأني بس بدي خبرك عن الإيجابيات، ما بدي خبرك عن التعب وقدي ما كنت نام بالليل، ما بدي خبرك عن هول عن القلق يلي عشتي يعني، صح عن القلق واحتمال الفشل، بس أنا اللي ما بدي فكر فيه، بس أنا ولا يمكن حطه احتمال. حلو. احتمال الفشل بقى بهالفترة لما وقت اللي صار فيها الأصل كبير براديو كندا ورحت على اشتغل مع جوزي، هو اللي قال لي فوتي درسي اشياء انت بتحب ترجعي تدرسي اشياء. وبالفعل هنيك بهالاربع سنين اللي كنت عم بفكر فيها وين بدي اخد قرارات، كنت عم بعمل شهادات بمجالات تانية، منا حقوق الانسان ومنا اللاجئين بالقرن 21 ومنا كمان الاسلام بالقرن الحالي، يعني عملت دراسة وسعت ومني عارفة لوين بدي اروح صراحة، يعني مني حاطة براسي اني انا بدي اتجه لهالشي، انا بدي اشتغل بالفونكسيون بيبليك فيدرال بالخدمة العامة. انا عم بطلع على الاحتمالات، شفت انه نوميناسيون دو جوج دو لا سيتويانتي، قلت انا بس انه جوج لازم يمكن يكون محامي وعنده البارو وما بعرف، هات لنشوف. وقت الفتت على التفاصيل بالنتيجة لو جوج دو لا سيتويانتي بيترأس محكمة إدارية، والمحكمة الإدارية هن دي بروفيسيونيل دي زافوكا ولا مش محامين ولا مش محامين ولا أطباء ولا مهندسين، اختصاصيين هن بس يلي فيها فورماسيون كمان. لا أكيد أكيد في تفهموا قانون ال أكيد سيتويانتي قانون، والقانون بالمطلق، القانون بالمطلق ومجريات القوانين بالمطلق والقانون تبع تقدروا تقبلوا أو ترفضوا، يعني بده يكون واحد على قانون واعي. وفي شغلة كمان مهمة، إنه القاضي هو بده يكتب قرار، والقرار إذا بده يعترض عليه يلي مقدم الطلب، هيدا القرار بيروح للمحكمة الفيدرالية. يعني القاضي لما بيكتب لازم يكون عم يكتب للمحكمة الفيدرالية، لأن في احتمال إنه قراره يوصل قدام المحكمة. هو دايما استبق الأمور يعني لقدام، عارف لوين رايحة، وهو حتى بالريداكسيون تبع الديسيزيون بيكون كأنه عم يتوجه للمحكمة الفيدرالية، بده يرفع لهم الكتاب لقلهم، يعني صح. كأنه بقى كمان هيدي طريقة كتابة القرارات القانونية، كمان هيدي شغلة لحالة. بس انت ما كنت مفكرة فيها يعني؟ ما كنت عم فكر بشي، انا بس شفت هلأ حد اونورابل مدام لا جوج بيقوله بكندا، شفت بيقوله لا جوج. نعم. لانه ليش بدك تاخدها حكر لإلك مسيو لو جوج؟ كنت بدي اسألك اذا عينيتي كونك امرأة بهيدا الموضوع بهالبلد ولا لا، ما حسيتي ولا كان برضو اوقات صراحة المرأة ممكن انها تتعرض او انها تعاني باي مجال اللي كانت فيه، في حال انه نوجد قدامها شخص عنده عقلية هو بس إيه؟ مش البلد، لا اكيد مش البلد. اوكي. وبي ولا مطرح فينا نقول البلد هي حتى بالمجتمعات الشرقية في اشخاص بيعرفوا يتصرفوا بمساواة، وفي أشخاص ما بيعرفوا يتصرفوا بمساواة لأنه ما بدهن، يعني البلد ما قالوا مش هو اللي بيرسم. هلأ نحن بالمجتمعات الشرقية في أشخاص، في أفراد، صح، بالمجتمعات الشرقية بيعرفوا يتصرفوا بهالموضوع ومنفتحين ومنهم لا، نفس الشيء هون، ونفس الشيء بسويسرا، ونفس الشيء بالبرازيل، ونفس الشيء يونيفرسال يعني بكل الدنيا، مش لأنه بلد. أدي لك هلأ قاضي من سنة 2018.
واو. وعملتي فورماسيون قدي؟ الفورماسيون بالإضافة لأنا اللي كل يوم أنا بفورماسيون. أنا قدمت وكنت مثل ما قالك بالعادة بتقولي أنا بدي أعمل هيدارك. أنا قدمت صراحة من بعد ما شفت شو الشروط للقبول وشفت أنه عندك حزوز. كل شيء عندك الحظوظ. عند الحظوظ سنة ونص امتحانات كتابية وشفهية. أي مش مسحلة طبعاً. سنة ونص من بعد هالسنة ونص إذا بديك لحظة فرح ونجاح هي لما تلقيت اتصال من وزير الهجرة. كان عيد الأم بأيار، تاني نهار عيد الأم عم بيهنيني أنه تم تعييني تسميتي قاضية بلجنة المواطنة بوقتها نقوا 10 قضاة بكل كندا. حلو. بس ونحن اليوم 9 قضاة بكل كندا من سنة 2018. حلو كتير. وقت اللي أول مرة تتذكري شي هيك أول مرة ويلي أول مرة مثل تعرفي كان في كتير شوب. أول مرة بلبس فيها التوج وبترقص حفل جنسية، حفل التوب الرسمي، التوب الرسمي للقضاة. كان في شوب، كان في كانيكول بموريال يمكن 40 درجة الحرارة برا، صح، ما عم تنزل مني نقطة عرق. واو. نشفة. كان منيح بس كان كتير إيجابي وكان كتير كتير منيح. وقت عرفت البريفيليج اللي عطاني إياها البلد على أي درجة، يعني تصوري كل إنسان بيجي على كندا هو بهدف الحصول على الجنسية الكندية، صح؟ صح. تصوري لأي درجة هالبلد بعتبره كرمني إنه يحطني بهالمنصب. أنا اللي بدي أقرر وأنا اللي بعطي الجنسية. يعني أنا عم مثل كندا بعظمتها قدام كل هالناس الجايين من كل بقاع الأرض ليصيروا كنديين. حلو كتير. بالفعل رح نسمع هلأ حدا كمان معك بالمجال تنشوف إني شو بيفكروا فيك كزميلة. يلا. Hello, mon nom est Linda. Je suis là pour parler un peu de ma très chère collègue Rania Sfer. Alors que puis-je dire d'elle? Rania est une femme intelligente. Dédiée à son travail, dédiée aux tâches qu'elle accomplit. C'est une femme qui, comment je pourrais dire, très authentique. C'est une femme vraie. Quand on ne la connaît pas, on peut être un peu intimidé de par les fonctions qu'elle occupe, qui est celle de juge de citoyenneté. Mais c'est une femme vraiment qu'on gagne à connaître et auquel il est facile de tomber en admiration. Avec elle, on peut échanger de tout. Donc, c'est une femme dont la connaissance générale est quand même assez poussée. Et même sur des sujets où elle ne maîtrise peut-être pas tout en détail, mais on peut quand même aborder ces sujets-là. Et c'est très enrichissant d'avoir des conversations avec elle sur plusieurs sujets, que ça touche la politique, la famille, la société en général, des crises dans certaines régions du monde. Elle a vraiment cette intelligence-là pour pouvoir aborder ces questions-là sur plusieurs angles. Alors, elle est une femme aussi généreuse qui prend le temps nécessaire quand on a besoin de lui parler. Elle n'hésite pas à se rendre disponible. Quand je l'ai connue il y a quelques années, on était dans le même département et bien qu'il y a de cela quelques temps déjà, je ne suis plus dans le même département qu'elle. Elle se rend disponible quand j'ai besoin d'elle. Elle n'hésite pas, c'est quelqu'un de loyal. C'est une femme qui a la tête sur les épaules. C'est vraiment cette femme belle, intelligente, coquette, mais qui sait aussi ce qu'elle veut, qui sait aussi où elle s'en va. Qui sait établir ses limites. C'est sûr qu'en entendant tout ça, on dira « mais elle est parfaite ». Non, elle n'est pas parfaite, car chaque humain a des défauts, tout comme moi-même, qui rend présentement témoignage. Mais c'est que ses qualités sont de loin supérieures à ses défauts. Et vraiment, c'est une femme qui en inspire plusieurs autres. Et qui gagne à être connue pour ce qu'elle fait, que ce soit dans ses tâches de juge, tout comme dans son quotidien de maman ou d'épouse ou d'amie, tout simplement. Alors voilà, c'est une perle rare, Rania Sfer. كتير حلو كلامه. يعني خجلتني ليندا صراحة. هيدا نوع المحبة يلي بيخليني كون ممنونة على كل شيء وبيخليني هيدا اللي قلت لك قبل شوي أكتر بكتير من ما اللي كنت بتوقعه. أخدت أكتر بكتير كتير كتير من يلي بتوقعه.
صراحة يعني هالنوع المحبة اللي بشوفها من زملائي من أشخاص بيشتغلوا معي. بس فظيعة، أنا حبيت فيها أنه يعني حكيت عن شخصك وعن شخصيتك، حكيت كمان عن أناقتك، يعني فرجت فيك. لا لأنه أوقات وقت بنفكر امرأة قاضية أنه لجوج يمكن تكون مرجلة دغري، هيدي الصورة بتجي براسنا أنه تتكون بالقضاء وتتكون عم تحكم وعم ترفع كتاب للمحكمة وكذا، يعني هيدي بدها تكون حدا راسها أو شكلها بيوحي بالأساوي. وقت اللي هي سطرت هيدا الموضوع أنه أدي أنت أنيقة، أدي أنت عندك أنوثة، هيدي شغلة ذكية منها، لأنه لازم الواحد يعرف أنه الامرأة فيها تحافظ على كل أنوثتها وتكون بموقع سلطة عم بتمارس هالسلطة بكل أكيد 100%. تعرضت شي مرة حدا مثلا تلقمن عليك؟ أكيد أكيد أكيد. في أشخاص مثلا وقت اللي بيقولوا له عندك جلسة مع القاضي بيوصل لقدامي هالشخص بغض النظر امرأة رجل من أي جنسية اللي كان، أو ببدلته أو بتيب سيفيل، بس بجلسة، مش ضروري القاضي بجلسته يلبس توب إلا بالمحكمة. بقى بيجي قدامي عنده صعوبة لما بيوصل متوقع براسه بعض الرجال، يا أما يعني قاضي رجل من بسن معين أبيض لأنه بكندا نحن وأكيد بعمر معين، وبيلاقي قدامه سيدة يمكن منها كتير متقدمة بالسن، يمكن عادية بتشبه أي سيدة أخرى، سمرة بشرة، منها كندية، عندها أكسان لأنه ما عندي الأكسان كيبيكوا أو إنجليزي، عندي أكسان بالإنجليزي، عندي لكنة، وبينصدم وبيصير أنه أخذ راحته لدرجة أنه يمكن مش جوج، لدرجة أنه واو. بده يقنع حاله أنه أنا مني مضطر أنه كتير يكون هالقد. إجمالا وقت بيوجهوا الكلام شو لازم يقولوا؟ شو العبارة اللي بيستعملوها؟ يعني إذا أنا بدي أحكي Your Honor, Votre Honor ومدام لجوج، في ناس بيقولوا مدام وأكيد مقبولة بقبلها، بس حدا يندهلي باسمي الصغير وهو جاي بجلسة أكيد ما رح أقبلها. استصغار يعني لقيمة البتمثلين. نعم تفضلي قلت كل شيء، لأنه هالشي بدل هو كيف جاي بأي نية. واو. هو جاي بأي نية مين ما كان هالشخص. في صعوبة أيام عند الأشخاص أنه يتقبلوا هالشي، أو مثلا هالشي بدي أحكي عنه شوي، لأنه غالبا أنا وأصدقائي القضاة اللي باللجنة نحن مثل ما قلت نحن 9 بكل كندا، وفي بيناتنا أشخاص من جنسيات أخرى. نعم. خلقانين هون وفي منهم مش خلقانين هون، يلي هن منن تنقول منن خلقانين هون. نعم. ومن بشرة سمرة أو من إثنية، من أصول إثنية معينة. نعم. عندهم كتير بيتعرضوا لهالملاحظات من أشخاص، مثلا بيسألون مثلا شو لازم أعمل تصير هيك مثل الشغل اللي أنت عم تعمليه. في أشخاص بيسمحوا لحالهم هيك سؤال. أوف. برجع بقلك الاحترام اللي بتفرضي إذا أنت وصلت ليش أنا واو. هيدي مش أول مرة للأسف بقلك إياها. للأسف بقولها، بس كمان ما فينا نعمم، مش كل الأشخاص هيك طبعًا بيفكروا. طبعا طبعا. أيام تتفاجأ أنه في أشخاص مقربين منك بيفكروا بهالطريقة، في أشخاص بيقولوا لك إياها بطريقة بتصير تقولي بتحرز أني جاوب. خسرتي أصحاب من بعد ما صرت قاضية؟ بعتقد إيه، بس ما بعتبر أنه خسرت أصدقاء لأنهن ما كانوا أصحاب. أكيد. اللي بدو يفل بهالسبب منو رفيق أساساً. بس يعني هيدا ممكن يكون مسبب لحسد، ما رح أقول غيرة لأن أوقات الغيرة بتكون إيجابية بصارع مصلحتك. صح. يعني هيدا الحسد اللي حتى لو منك أختي من دربن شيء. صح. بس النجاح بيأذي النفوس الصغيرة، بعض الأشخاص نفوس الصغيرة. صح. نفوس صغيرة. صح. واو. بعض الأشخاص ما بيقدروا يتقبلوا نجاح الآخر، وهي شغلة كتير مهمة. يا ريت الناس كلها بكل المجتمعات تعرف تزقف لبعضها. صح. تعرف تقول برافو. بقدر طبعا. برافو هيام، برافو رانيا، برافو أي شخص بينجح، برافو. يا ريت. انت قلتي شغلي اول ما بلشنا حديثنا، قلتي انه بدي بلش اتواصل مع الاخر، بلش اتواصل مع ذاتي بالاول، افهم ذاتي، اعرف احكي مع ذاتي، اصغي لذاتي تقدر اصغي الاخرين. صح. فالواحد اذا منه هو متصالح مع ذاته ما رح فيه يقبل نجاح الاخرين ابدا ابدا. ابدا. او مثلا الاشخاص اللي بيقولوا لك بعدك قاضيه،
جي بهال بهالسؤال بتسوي تقولي طب معقول جاوب بجاوب ولا ما بجاوب وبعدك تسأل هيك أسئلة لازم جاوب وعم إذا بصغر إذا بجاوب لا إيه بس أنا نمزح يعني بفهم لأنه بعرف أنه دايما موقع النجاح حتى لو فنان كبير أو أي حدا بالمجال العام دايما بيكون عرضة لهيك أمور للأسف. نوصل هلأ لفكرة هي فكرة أول مرة. هلأ يمكن ما تكون أول مرة بس يلي علمت تتذكريها exactly. وإجمالا الأجوبة بتكون سريعة على هالأسئلة. أول صورة أو فكرة أخذتيها عن نفسك بقدر أثر بالآخر. أول هدية بتتذكريها؟ لعبة باربي من بيي. أول فيلم حبيتي؟ سينما باراديزو. أول كتاب أثر فيك؟ جامي سان ما في بيتي محمودي. بوجع هذا الكتاب؟ هيدا أكتر واحد أثر فيه أنا وصغيرة. وموسيقى أول موسيقى بتتذكريها أو بتحبيها؟ فيروز. في شغنية معينة؟ يمكن كل شيء بحب كتير لما بتغني زياد. هلا بحب اسمع كيفك انت مثلا بس بحب فيروز لانه امي بترندح كانت كتير لفيروز وامي صوتها كتير حلو لكن رح نسمعها هلا من بعد هالفقرة كيفك انت بس خلينا نستمر اول حيوان اليف كان عندك علاقة معه حبيتي او خفت برونو. منه هيدا نقول برونو كلب كانيش ابيض كان عالكم اسمه برونو بس هو ابيض ما بعرف كيف سميني هيك وقت كنت بعدني ببيت اهلي أول فعل تعنيفة منك كلمة أو جسد تجاه الآخر أو من الآخر تجاهك أنا بعترف أني عنفت أمي بالكلام قد ما كنت متمردة قد ما كنت متمردة ويوم ما كنت فكر أني معقول كون عم بجرحها بس ما كنت نام مثلا بلا ما أعتذر منها بس عنفت كتير لأمي كلميا بحياتها ما نارف عقيد علي بحياتي ما حدا ضربني بس هي أمي شخصيتها كتير كتير قوية كتير قوية يمكن أقوى لأن طريقتها منا عنيفة من هيدا العنيف البارد العنيف البارد هيدا الباسيف أجريسيف يمكن هي هيك أول عمل أو أول مدخول فيقة دي قبضتي شو اشتغلتي مش فيقة دي قبضت كنت أعطي لسون بارتيكولير لتلميذ عملوا الأجندة يعني وقت اللي يجي من درسي. المدرسة درسوا ايه يعني ايه منك فيها أول مرة بعرف قديش كنش كتير قليل ما عارف قديش بس قديك أنت مبسوطة أصلاً بلشت أشتغل عمري 14 سنة من 14 سنة قررت أنه ما بقى بدي أخذ ولا مرة أرجان دو بوش من أهلي أول مواجهة مع الموت كنت صغيرة رحت مع أهلي زيارة عند أصحابهم بأنفي كانوا أخذين بيت على البحر وفي بأنفي صخور وهيك بتجي الموجة بينطوا الولاد مع الموجة بينزلوا بيرجعوا بيطلعوا معه واحد من الناس اللي كانوا هنيك نط وما طلع وبعدين شفتهم عم بيطلعوا كان مش فائد الحركة وبعدين عرفت انه مات هالصورة بعد لهلأ موجودة بدراسي ووجعتني كتير وبخاف من البحر كان ولد؟ ما كان كبير مع انه ما كان معنا مع الجروب الولاد اللي انا معهم بس كان هو على البحر ما كان كبير بس ما بعرف قدي كان عمره بس هالصورة ما بتروح من راسي والبحر بيخوفني أفهم. أول حدث للوعي الروحي كل حياتي واعية روحيا عندي علاقة روحانية بالخالق بتصور هي سبب قوتي بتصور هي سبب إيجابيتي سبب الشكر يلي عايشة فيه باستمرار بس وصلت للقمة للذروة بالأدوليسانس بالمراهقة بسن المراهقة نعم استمع واستمتع إنها الشرق الأوسط نوصل لآخر فقرة يلي هي لو كمان أسئلة وأجوبة سريعة لو بدك تضوي على موضوع أو تكوني سفيرة لقضية أو جماعة شو بتختاري؟ ما بعرف إذا هالجمعية لها اسم بس أنا بختار إنه ضوي على قضية الإنسان كإنسان برجع بذكر بغض النظر عن أصوله العرقية ودينه ولونه وجنسه وحقوق الإنسان الإنسان كإنسان ما بقى نحكم على المظاهر خلينا نتطلع بالإنسان ما بدي أتطلع مين هو شو هو بدي أتطلع بهالروح اللي فيه بدي الإنسان لأنه كل شيء حوالينا بهالدنيا عم يشتغل لكل شيء إلا الإنسان
للأسف. يعني الذكاء الاصطناعي وكل الأمور اللي هي إيجابية يمكن للمجتمع, ولا شك أنه فيها كتير إيجابيات للمجتمع, عم ننسى هالإنسان, هيدي الروح, هيدي الروح اللي موجودة بهالجسد. وأنا هيدي روح الخالق طبعا طبعا, هيدي يعني اللي هي الأساس تبع الحياة لهالجسد. بحب أشتغل للإنسان طبعا. لو أنك وزيرة, وزيرة شو؟ والله الوزارة الهجرة صرت بفهم فيها مني. لو صرت ليومين من الجنس الآخر, شو بتحب تختبري؟ شو قصدك بالجنس الآخر؟ في يعني رجل كثيرة. لا رجل. بدأ نقول المضاد المباشر إذا أوكي رجل. إذا كنت رجل هيت لنحدد شو كنت؟ إذا كنت رجل تختبري. ولا ما بعرف إذا بدي اختبر, بس عبالي فرجي فرجي كيف إنه الرجل بيقدر يبكي ويكون ضعيف ويكون كتير قوي بذات الوقت. حساس يعني. أي. يفرجي يفرجي ضعفه أنه بمعنى الإحساس, يفرجي أنه هو حساس. يفرجي أنه لا أنا بقبل أقول أني غلطت, بقبل أقول أني هيك, لا بقبل أنه ما أنه ضعف, هيدا بالعكس أبداً. هيدا قوة. أي. لو عندك إمكانية ليومين تكوني بعمر ماضي أو مستقبلي, أي عمر بتختاري وشو بتختبري؟ بالعمر الماضي بحب أرجع لعمر 35 سنة, وبحب أختبر إرجع الأمومة بهالعمر. واو, انت اختبرتيها بكير؟ انا اختبرتها بكير, حسيت انه بعدين وقت اللي صار عمري 35 واكتر, حتى اذا فيي خلف بعد اكتر يعني ما عندي مشكلة بتسمح. اذا الطبيعة بتسمح لي اكيد. بحب اختبر الامومة وقت اللي بكون انضجت. صحيح كلنا هيك بنفكر. لانه بكون صار بالي طويل, صرت بحب الولاد, صار إلي جلدتهم. يمكن قبل بديهم بس كانوا يكبروا, بس كان بديهم يكبروا على السريع السريع السريع. غريب هالسر الحياة. ايه. يمكن منيح ما نفكر كتير نحن وعم نربي وفات. اكيد ايه. او وقت اللي نفكر انه يجيب ولاد على الحياة انه ما منفكر كتير. لكن بترجع على عمر 35. برجع لعمر 35 ولقدام ما بعرف لوين بدي اوصل. صراحة ولا مرة بفكر لقدام. أوكي. ولا مرة. تركي الأمور تحمليك ومنفتح عليها. تركي هالطريق هيك تخدني محل ما هي بدها. لو بدك تعتذري من حالك, من الأنا تبعك, عن شو بتعتذري؟ يعني بتقولي لرانيا أنا بعتذر إنه ما حبيتك كتير بفترات, كان فيني حبك أكتر. ولو بدك تشكري رانيا, عشو بتشكريها؟ عصلبتها, لأنها صلبة ما بتنحني وما بتقدم تنازلات. شو كنت كرهتي تكوني؟ يعني شو هو التريد وكاركتير أو السمة الشخصية يلي بتقولي أنا هيدي ما بقبل تكون موجودة فيي؟ ادعى. أبشع صفة هي الإدعاء. يعني وأحلى صفة بعده الاستشعار إيه أكيد. وأحلى صفة هي التواضع. صعب التواضع؟ إيه صعب التواضع. بده الواحد يفكر إنه بدي أعمل إفار, ولو بدي أعمل إفار بدي أتواضع. إيه صعب التواضع. كلنا عنا هالعزة النفس وهالنبرة, كلنا عنا إياها, بس حلو الواحد يتواضع. ايه هو انه الواحد يتواضع مش استصغار. لا بالعكس ابدا, فيها كبر كتير. هي الكبر بذاتها. لو بدنا نتصل هلا مباشرة بشخص بيعني لك, ان كان بالشأن العام معروف يمكن ما بتعرفي شخصيا, او حدا انتقل للحياة التانية, يعني عنا تليفون ماجيك فينا نتلفن لمين ما بدك وفيك تحكي هالشخص, مين بتختاري تحكي معه؟ بيك بعده عقيد الحياة؟ لا انتقل. انتقل. شو بتقدي له؟ مش ضروري اقول له, بس بدك هو يقول لك شيء؟ اذا بده تحب تسمعي, اذا مسك التليفون تسمعي عم بيتنفس. قد ايه له غاب؟ من 2011. اشتقتي له؟ اوف. تحكي معه؟ ايه بحكي معه, هات لنقول يوم ايه يوم لا. والله الاتصالات بتجنن لفوق. عن جد عن جد. يعني الواحد بديمانسيون تانية, يعني في أفق آخر, بس بيقدر يتواصل مع اللي بيحبون دايما دايما. حتى بشوفه كتير بمنامي, وغير أنه أنا بحكي بعرف أنه راضي علي. تاخدي رأيه؟ إيه إيه بياخد رأيه, وبتذكر إشياء كمان إيه اللي إياها. صح, بتذكر إشياء إيه اللي إياها. كتير مهم البي بحياة البنت. صحيح كتير مش شوي. وبشوف اليوم بعلاقة جوزي وبنتي, بشوف علاقتهم قديش مهمة, وقديش أيام هن النقيض تبع بعضهم, وقديش علاقتهم حلوة. بيقولوا البنت إجمالا بتختار زوجها بيكون يا ضد صورة بيا, أو بالعكس كتير بذكرها ببيا. جوزك قريب بإشياء بنقاط معينة للوالد أو بالعكس؟ أبدا. لكن أخذت حدا مضاد.
أخذت حدا مضاد يعني لأني ما كنت عم فكر يمكن إنه بس أبدا عم برجع بتذكر إذا في شيء يمكن طيبتهم اتنيناتهم. والأيام بالحياة الأيام أكيد. نفس الأيام يمكن إيه نفس الأيام حتى لما كان بعده طيب بي كانوا كتير جوزة يحب إيه كتير كتير مش شوي. لو إنك معدة البرنامج برنامج أحكي لي مين بتحب تستضيفي تيحكي لك؟ بحب استضيف أي امرأة ما عندها لقب ما عندها followers على وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن ما حدا فكر فيها أنه يستضيفها أو يحكيها. أي امرأة أم أو حتى منا أم أختارت أنه ما تكون أم. أي امرأة عندها شيء تقوله أكيد عندها شيء تقوله. خبرية حياة كل إنسان عنده شيء يقوله أكيد ما في حدا ما عنده شيء يقوله ومش ضروري تكون واصلة لمطرح نحن منعتبره مطرح يمكن هو مطرح بس نحن يعني ما في لزوم تكون المجتمع عطيها موافقة أنه أنت نجحتي صح. حلو يعني رجعتي للإنسان الأساسي بتحبي أنك تسمعي قصة أكيد أكيد. حكاية رانيا سفير حكيناها وبعبكن خبيناها. كنتوا مع برنامج حكيلي عبر الشرق الأوسط.